زميلنا العزيز الأستاذ حمزة شتاوي الناقد الرياضي المغربي، نعرف برضو وجهة نظره في المجموعات بكرة إن شاء الله أو في القرعة بكرة إن شاء الله. أستاذ حمزة إزاي حضرتك؟ يعني طبعا هارد لك خسارة الرجاء ومبروك طبعا للنادي الأهلي، ولكن برضو قول لنا إيه اللي حصل أو إيه الكلام اللي اتقال فيه أو ردود الأفعال في الإعلام المغربي على تتويج الأهلي بالسوبر الإفريقي على حساب الرجاء. أهلا بك زميلي وأخي العزيز إسلام، أهلا كذلك بكل مشاهدي قناة الأهلي الفريق القاهري فريق القرن. أكيد بالنسبة لمباراة السوبر الإفريقي، كما يعلم الجميع أنه الأهلي الذي لديه يعني قطاع غيار كبيرة، لديه أسماء كبيرة جدا، مدرب محنك الحديث عن الجنوب إفريقي موسيماني، كذلك استقرار تقني، الأهلي بطل إفريقيا، واجه الرجاء في ظروف صعبة جدا بالنسبة للفريق الأخضر. أنا أقول مبروك للأهلي، مبروك لجماهير الأهلي، لكن أود أن أقول كذلك لمناصري الأهلي على أن الرجاء لم يكن في أفضل الأحوال. فريق الرجاء كيفما كان الحال جماهيره لم تكن تنتظر أن يقدم ذلك الأداء، لأن الرجاء غير المدرب لسعد شافي بالمدرب البلجيكي فيرموس الذي أخذ المسؤولية قبل فقط فترة قصيرة قبل أسابيع. كذلك الفريق الأخضر يعاني من أزمة لاعبين لأنه ليست لديه أسماء كبيرة، خرج سفيان رحيمي، خرج بن مالونغو، خرج العدد من الأسماء الموسم الماضي في الميركاتو الصيفي، فبذلك الرجاء لم يكن في تلك الظروف الجيدة، ومع ذلك كان قاب قوسين أو أدنى من إحراج الأهلي. الرجاء بكل صراحة يبقى فريق كبير، في 2019 فاز بلقب السوبر على فريق الترجي التونسي، وأنا ذاك الرجاء لم يكن مرشح. هذا الموسم شخصيا لم أكن مرشح الرجاء ليذهب إلى ركلات الترجيح مع الأهلي، ومع ذلك أكد أنه فريق النهائيات، كما أكد الأهلي المصري أنه فريق مهيكل جدا جدا جدا. أنا أقول عبر قناة الأهلي أنه جماهير الأهلي عليها أن تفتخر بهذا النادي، تفتخر بهذا النموذج إن صح التعبير، لأن الأهلي بكل صراحة شاء من شاء وأبى من أبى صار نموذج في القارة السمراء على جميع المستويات والأصعدة. أبدا لا أجامل الأهلي، لا أجامل مناصري الأهلي بما أني عبر قناة الأهلي، لكن هذه حقيقة تؤكدها لغة الأرقام ويؤكدها الاستقرار وتؤكدها الأسماء التي تتواجد ضمن تشكيلة فريق الأهلي المصري. أستاذ حمزة أشكرك جدا طبعا على الكلام ده، بالفعل الحقيقة أنا مع حضرتك، لكن أنا ممكن كلامي يكون يعني الناس شايفة أن عشان بشتغل في قناة الأهلي وبالتالي بقول هذا الكلام، ولكن هذه هي الحقيقة. النادي الأهلي دائما ما يكون مختلف الحقيقة في كل شيء، ولكن بما أن نادي الرجاء، ونادي الرجاء بالمناسبة واحد من أهم وأفضل وأكبر الأندية في أفريقيا، الكلام ده أنا قلته ما قبل المباراة، لأن كانت طلعت أصوات من اعتقد من المغرب كمان تحديدا ممكن يكونوا يعني مش مناصرين لنادي الرجاء، بيتكلموا عن ان الرجاء مش كويس وكذا وكذا. احنا هنا حتى قلنا ان نادي الرجاء واحد من افضل واكبر واهم الانديه في افريقيا مش في المغرب بس، وبالتالي هيظل دائما اسم الرجاء كبير مهما كانت الظروف، يعني الظروف اللي حضرتك قلتها دي احنا كلنا عارفينها، ولكن يظل دائما اسم نادي الرجاء هو نادي الرجاء مهما كانت ظروفه ومهما كانت اموره. لا. لانه بالفعل في التصنيف الاول مثلا في القرعه اللي هتتلعب بكره او اللي هتتعمل بكره، وبالتالي يظل دائما اسم نادي الرجاء كبير. اكيد، وهي في نقطه مهمه جدا اقولها بكل صراحه وبكل تجرد، انا اقولها اليوم والارقام تؤكدها على امتداد سنوات، فريق الرجاء فيه شيء غير موجود في العديد من الأندية الكبيرة وغير موجود في العديد من الأندية سواء في القارة الإفريقية والعالمية. فريق الرجاء تتخيل عزيزي إسلام على أنه في أسوأ الحالات الموسم الماضي هو بطل كأس الكونفدرالية وبطل كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في أسوأ حالاته توج بلقبين قاريين، هذا لا يحدث في أي نادي. فريق الرجاء في أسوأ الحالات هذا الموسم أقول بكل صراحة أحرج الأهلي الكبير، وكان دقيقتين تفصل الرجاء على أن يأخذ كأس السوبر. الرجاء لما أخذ كأس السوبر على حساب الترجي كان كذلك في أسوأ الحالات. هذه الأشياء لا تقع إلا في نادي كبير من قيمة فريق الرجاء الذي يبقى من كبار القوم في القارة السمراء، وسيظل دائما في مونديال الأندية 2013 أحرج الكبار ووصل لنهائي المونديال. مظبوط، لكن على الجانب الآخر بكرة إن شاء الله القرعة مهمة جدا، زي ما شفنا التصنيف الأول الأهلي والرجاء وبقية الفرق، التصنيف الثاني برضو التصنيف الثاني قوي جدا، وبالتالي من المتوقع أن احنا نشوف قرعة بكرة أعتقد أنها هتبقى قوية جدا. فتوقعاتك إيه للقرعة يا حمزة؟ أنا أكيد أخويا أنا من خلال متابعتي للقرعة أعتقد على أنه
منذ سنة 2000 و2017 ما شفناش 10 أندية عربية في دور المجموعات، لدينا 10 أندية عربية بالتمام والكمال. كذلك ينتظر القرعة أن تفرز بدون أدنى شك ستكون 3 مجموعات على الأقل، على الأقل إن لم تكن 4 فيها مواجهات عربية عربية، هذه مضمونة. من جهة ثانية ممكن جدا أن يقع الأهلي مع الزمالك، الزمالك في التصنيف الثاني، الأهلي في التصنيف الأول، هذه مواجهة منتظرة ممكن أن تقع والحظوظ قائمة. كذلك ممكن الترجي يكون مع النجم الساحلي في نفس المجموعة. لدينا كذلك الزمالك ممكن يواجه الرجاء والوداد، بحكم أن الرجاء والوداد في التصنيف الأول. فالقرعة ستفرز مواجهات عربية عربية، التواجد العربي القوي بعشرة أندية أكيد سيعطي مواجهات عربية عربية، وأنا أتوقع كذلك مواجهات أو ربما إلا صح التعبير أندية قوية مرشحة للتتويج ستكون مع بعضها في نفس المجموعة. سان داونز تشايفه بالشكل اللي ما قبله أو خلال ال4 5 سنين اللي فاتوا، يعني هل سان داونز بالقوة اللي كان عليها قبل كده دلوقتي ولا لسه؟ أنا رأيي يعني الشخصي في الأندية الجنوب إفريقية دائما حاضرة، حتى جنوب إفريقيا على مستوى الأندية والمنتخبات تختلف. مثلا كأس إفريقيا 2019 مصر على أرضها رغم ان المنتخب المصري لم يكن قوي احرج المنتخب الجنوب افريقي واقصاه. النسخه الماضيه شاهدنا كايزر شيفس يلعب النهائي امام الاهلي المصري. الانديه الجنوب افريقيه عندها كل الامكانيات، عندها القدرات، عندها كذلك الحضور الجسماني والبنيات القويه، سرعه كبيره، اللعب المباشر. فسان داونز كيفما كان الاحوال ممكن في دوري ابطال افريقيا يبقى معادله صعبه. مظبوط، لكن بالتالي من وجهه نظرك هل المنافسه على البطوله السنه دي هتكون شمال افريقيا؟ انا اتوقعها. اولا انا قبل البدايه اضع الاهلي على انه المرشح فوق العاده، الاهلي لتوج بعشره القاب بالتمام والكمال، اللقب الثاني على التوالي كان الموسم الماضي، بطل السوبر، اسماء كبيره وقويه جدا تتواجد في المنتخب المصري، الاهلي مرشح بكل، سيرشح ربما الغير مناصرين قبل المناصرين، لذلك الزمالك كذلك تبقى عنده قطاع غيار قويه، والرجاء البيضاوي كذلك الرجاء الرياضي المغربي قوي جدا، الوداد قوي جدا وعنده اسماء قويه، والوداد كذلك يراهن على دوري الابطال، اتوقع بشكل كبير بالاضافه الى الانديه الجزائريه والتونسيه والمصريه والمغربيه، اتوقع على انه في السيمي فاينال قد نشاهد على الاقل على الاقل ناديين عربيين في المربع الذهبي، لانه كل المؤشرات تؤكد ذلك، ان لم اقول على انه اكثر من ناديين ممكن يوصلوا المربع الذهبي، ممكن 3 او 4. الوداد الايام دي عامل ايه؟ يعني احنا خلاص اتكلمنا كتير عن الرجاء، عايزين نعرف برضو اخبار الوداد ايه؟ الوداد لديه مدرب واقعي، مدرب وليد الركراكي اللي عنده تجارب كبيره، وليد لما استلم مهامه كمدرب للوداد، الوداد لاول مره منذ سنوات السنوات في الى حدود الدوره 14 يحقق 35 نقطه بهزيمه واحده فقط في 14 مباراه، متصدر الدوري، لديه اسماء كبيره. الوداد كذلك وليد الركراكي اعتقد على انه في مشروعه وفي مخيلته من غير الدوري المحلي التتويج بدوري ابطال افريقيا او على الاقل على الاقل الوصول الى المباراه النهائيه او الى المربع الذهبي، اي شيء غير ذلك لا بالنسبه للوداد او للرجاء سيغضب الانصار بشكل كبير. هل تتوقع اهلي وزمالك في مجموعه واحده؟ هو ممكن، لكن هل تتوقع انت بقى كحمزه؟ شخصيا ما اتوقعهاش، يعني هي ممكن ولكن ما اتوقعهاش. يعني ما تتوقع ليه؟ ما اتوقعش لانه حظوظها ربما تبقى القرعه، يعني القرعه سيدت نفسها، ممكن القرعه تعطينا هذه المواجهه، لكن احس على انه من الصعب جدا نشاهد هذا الديربي. هو ممكن لكن اراه صعب لانه الحظوظ قائمه لكنها مستبعده نوعا ما. عموما بكره هنشوف ايه اللي بيحصل. انا بشكرك جدا يا استاذ حمزه على وجودك معانا، دائما بنستمتع بوجودك معانا. شكرا جزيلا زميلي العزيز الاستاذ حمزه الشتاوي قدنا رياضي من المغرب. الحقيقه